حكامنا هم اللي مكملين في البطولة، وبيتهيأ يعني انه في شبه اجماع ان هم مقدمين مستوى كويس جدا. نتمنى بقى نتمنى ان هو ينعكس على يعني مستواهم في المسابقات المحلية. خليني ابدا كلامي بانه في فرق كبير جدا بين الـ الإدارة اللي عندها رؤية وحط قدام عينيها أهداف يعني قصيرة المدى وأهداف بعيدة المدى، وعارفة تخطط وتحدد آليات معينة عشان توصل للأهداف دي، وما بين فكر ممكن يكون قايم على الاجتهاد. وهحط بين قوسين كده كلمة العشوائية، خد بالك يعني عشان أقول الكلام ده بيبقى مفهوم أو مشروح بلغة بسيطة جدا. الترمومتر اللي موجود عند الجمهور ما بيكذبش. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا لما بتبقى داخل على ماتش لمنتخب مصر لكرة اليد مع اي منتخب في العالم بما فيهم ابطال العالم، بتبقى داخل وعندك احساس قبل الماتش ما يبدا انه احنا نقدر، انت واثق انه اللعيبه دي مستواها يأهلها انها تنافس الكبار. والدليل نجاح مصر على مستوى المنتخبات الكبيره ومنتخبات صغيره، انت عندك منتخب يد بطل عالم، عندك منتخب يد مقرب انه يكسر احتكار تونس او صداره تونس للارقام الافريقيه ورابع عالم، وانت بتواجه اي منتخب انت داخل كده وقاعد والثقه ملياك انه احنا نقدر نكسب الماتش ده ايا كان مين المنافس. وبينك انت تخش مباراه تانية لمنتخب تاني وانت، انا اسف في اللفظ يعني، ركبك بتخبط في بعض او بتقول بينك وبين نفسك ربنا يستر هنعمل ايه النهارده. ده نتاج الفارق بين منظومه بتدير بشكل محترف وبين منظومة شغالة شوية بالفهلوة. اللي حصل مش جديد، بل يمكن أقول إن إحنا متعودين عليه، لكن هل ممكن المرة دي بجد يبقى في دروس مستفادة؟ هل ممكن المرة دي إن إحنا نفكر بره الصندوق؟ هل ممكن المرة دي إن إحنا ناخد طريق مختلف عن كل الطرق اللي مشتها لنا أو مشينا فيها مع الإدارات المختلفة لكرة القدم المصرية؟ ده سؤال ما اعتقدش ان انا املك الاجابه عليه، وما اعتقدش كمان انه ضيفي الكابتن الكبير النجم الكبير اشرف ممدوح يملك الاجابه عليه، لكن تعالوا نقيم كده ونشوف ايه اللي ممكن تكون العبر او الدروس اللي نقدر نبني عليها مستقبل افضل لكره القدم المصريه فيما هو قادم من احداث. مساء الخير يا اشرف، وهارد لك طبعا الخروج مع يعني خروج قاسي جدا، يعني انا ما عنديش مانع في الخروج، لكن الخروج لما يكون انك انت عامل اللي عليك، ألقاب كتير جدا بتخسرها مصر أو بيخسرها النادي الأهلي، ببقى حاسس إنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، لكن المرة دي كان في قسوة شوية في خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا. صحيح، يعني مساء الخير طبعا يا أحمد وسعيد بوجودي معاك، يعني خليني الأول أعزي نفسي وكل جماهير الكرة في مصر، وفي طبعا وفاة الأستاذ العنبي فاروق رحمة الله عليه، يعني ربنا يرحمه، صديق عزيز جدا جدا، و يعني واحد من القلائل المحترمين اللي ربنا اداهم حب الناس. لسه كنت اقول لك في حاله اجماع غير طبيعي، مش بس جوه الاهلي، غير يعني طبيعي، يعني الراجل ده الحقيقه كان ما قربتش منه قوي، قابلته في مناسبات قليله وتعرفت، بس يعني انت بتقدر تلمس اولا طبعًا، بتقدر تقيم طبعا، بتقدر تلمس انه قد ايه الراجل طبعا اللي بره النادي الاهلي او بره عائله النادي الاهلي مش جماهيريا، انا يعني بكلم اسره النادي الاهلي، يعرف قد ايه الراجل ده محبوب ومحل تقدير واحترام الجميع. بيبقى فيه أوقات منافسات، بيبقى فيه شوية خلافات، لكن الكل الحقيقة مجمع على مجمع على حبه وعلى شخصيته واحترام وعلى تقديره طبعا، طبعًا رب. يعني رحمة الله عليه، ونعزي أنفسنا يعني طبعًا، مش الأستاذ هشام العمري، لكن كلنا الحقيقة حزان عليه، والكيان الأهلي كله فقد قيمة كبيرة جدا طبعا طبعا، يعني رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته يا رب. اللهم آمين. يعني الحقيقة كلام مهم جدا اللي بتكلم فيه أحمد، لأنه إحنا عند كل إخفاق بيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا، بيبقى عندنا مشكلة المسكنات اللي دايما هي بتأخرنا لورا، ما بتجبناش خطوة لقدام أبدا. يعني إحنا من 2010 لغاية النهاردة تقريبا 14 سنة مفيش أي خطوة تقدمناها لقدام في أي مجال في كرة القدم، سواء على مستوى قطاعات الناشئين أو المنتخب الأولمبي أو الشباب أو طبعا على مستوى منتخب مصر الأول في أي شيء.
والحقيقة إن كل إخفاق بيودينا لفكرة مين يرحل، من يرحل، يعني اتحاد الكرة يرحل، طب المدير الفني هو اللي يرحل، طب المشكلة أو العباءة اللي هو دايما المفروض بنقول الجمهور عليها هو اللي يرحل بقى، يعني الجمهور يرحل يعني المشكلة في شماعة آسف دايما، والله. طبعا في أنا شماعة. حاسس الناس طول ما هي ماشية تقابلني، عارف كأن أنا رئيس اتحاد الكورة، طبعا ينفع كده ينفع كده ليه كده، يعني الناس زعلانة جدا. الناس في غضب جماهيري غير طبيعي، يعني الناس كانت متخيلة ان فعلا، وده حقيقي، يعني خلينا متفقين جميعا، واعتقد ان الجمهور المصري متفق معانا، ان عندنا مجموعة من اللاعبين تستحق انها يعني توصل لأبعد من كده يا في اشرف البطولة. انا قبل البطوله ما تبدا هنا في نفس على نفس الكرسي ده في نفس المكان ده قلت ان انا برشح منتخب مصر لتحقيق اللقب صحيح. لاسباب كتيره جدا، مش حبا ولا انتماء بس لبلدي، لكن انا بشوف انه الجيل ده واصل لدرجه انه نقدر نقارنه بجيل الثلاثيه صحيح. 2006 2008، ان لم يكن انا اسف يعني تختلف او تتفق معايا ممكن يكون رقميا افضل، يعني اذا كنت بتقارن لعيبه محليين عندك لعيبه النادي الاهلي محقق انجازات افضل من جيل 2010، بس كنت بتكلم على لعيبه محترفين عندنا لعيبه محترفين على مستوى القيمه وعلى مستوى التنافسيه وعلى مستوى اسماء الانديه وعلى مستوى الارقام افضل من جيل 2010، ورغم كده متفق المردود معاك تماما تماما، لكن انت برضو لازم تقف ودايما عند كل اخفاق. وانا للاسف الشديد في مواقف كتيره جدا لمنتخب مصر، يعني كنت انا وانت في حلقات كتيره مع بعض واتكلمنا انه لازم نبتدي طريق الاصلاح. احنا ما عندناش مشروع نشتغل عليه، ودي مشكله. احنا بس دايما بنحط شماعات واسباب وهميه ومسكنات تمشي بيها المرحله دي، اللي هو رحيل المدير الفني، رحيل اتحاد الكوره، هندور مين عمل عقد ايه علشان الغرامه للمدير الفني، الاسباب الواهيه اللي دايما بتدي لك بتعمل لك مشاكل بعد كده في طريق الاصلاح. انت ما بتعملش حاجه، انت ما بتاخدش خطوه. انت بتدي مسكنات، تدي انت مسكنات بتهدي فقط، الناس، وده انت بتتكلم انت فيه بتشيل حد الفاتوره. احمد، انت بقالك سنين بتتكلم، مظبوط، بقالك سنين، وانا وغيرنا كتير جدا بيتكلم فيه، يا جماعه نبتدي نعمل مشروع لمنتخبات مصر على الاقل بعيدا عن الانديه، علشان نقدر يبقى عندنا منتخبات قويه. خلي بالك الاتحاد ده بعيدا عن الاسماء اللي موجوده فيه، خلينا نقول انه فشل بكل معاني الكلمه، يعني انت على مستوى منتخبات الشباب، على مستوى منتخب اللي هو 2016، على أيوة. منتخب الاولمبي، على منتخب مصر، كله فشل في التاهل لامم افريقيا والوصول لمنصات التتويج، فانت فشلت في كل الاعمار السنيه وصولا للمنتخب القومي. الاولمبي بس وصيف افريقيا ووصل اللي هيلعب اولمبياد باريس، تمام، يعني ده الانجاز اللي تقدر الانجاز تقوله. الوحيد مؤخرا، وده مؤخرا، ومش عايز اقول انه عن طريق الصدفه، مش عن طريق تخطيط او مشروع انت عملته فبقى عندك منتخب قوي. احنا دايما بنتكلم عن المنتخب الاولمبي انه منتخب جيد وممكن يبقى نواه جيده للمنتخب القومي. طيب، يعني بسمعك من شويه كنت بتتكلم على نموذج لمنتخب مصر لكره اليد، طبعا حاجه مشرفه جدا جدا، لانه بيشتغل بفكر واداره جيده بتقدر تخطط لسنوات عشان تقدر تصل لمنصات التتويج وتكون دايما موجوده، مش بس بتاخد بطوله وخلاص بتحققها طيب، ومش وبتمشي، بس جيل اجيال يحقق انجاز ويجي وخلاص الجيل اللي وترحل. بعده تلاقي الدنيا قصه وانتهت، طيب لا الاستقرار ده خد بالك انت بتتكلم على لعبه ما هياش شعبيه وما في هياش مصر على جماهيريه الاقل، على يعني الاقل، وما فيهاش لا مردود الشهره ولا النجاح ولا المقابل المادي طبعا اللي بيحققه مثلا لعيبه الكوره في مصر، صحيح صحيح. ومع ذلك ماشيين هو ده فاست انت فورورد يعني. بتخطط، بتدرس علم الإدارة، يعني حاجة في كرة القدم هو اللي بيحقق دايما النجاحات والاستمرار في النجاح ده. زي ما بنتكلم عن منظومة النادي الأهلي، وده مقارنة مش عايز الناس تزعل منها، لكن أنت عندك نموذج ناجح، نموذج ناجح في إزاي تخطط، يبقى عندك مشروع، بيبقى عندك علم في الإدارة، بتدرس ده علشان تقدر تخطط لمستقبل فريق النادي الأهلي عشان تفضل موجود في منصات التتويج باستمرار، وإلا هتبقى بتحقق بطولة وبتخسر 10. صحيح. مظبوط؟ طيب لازم نبص مع طبعا مشروع منتخب مصر لكرة اليد للمنتخبات او البلاد اللي احنا شفناها الفترة الأخيرة نجحت ازاي؟ وصلت وابتدت تعلى عننا بمراحل في تطوير كرة القدم.
زي منتخب زي الاتحاد المغربي زي الاتحاد السنغالي، شايف موريتانيا وجامبيا وبوركينا فاسو كونغو، كل المنتخبات دي ابتدت كاب فيردي مالي، منتخبات ابتدت تفرق عننا فنيا وابتدى يبقى عندها. الكونغو على فكره الكونغو طبعا منتخب محترم جدا، طبعا منتخب قوي. هو كان فين الكونغو ده من سنين يعني بعيد جدا. لكن خليني اخد نموذجين، يعني هتكلم على الاتحاد السنغالي وهتكلم عن الاتحاد المغربي لان ده واضح جدا. والاثنين قياده وطنيه، قياده وطنيه يعني مدير فني وليد ركراكي في المغرب وأليس السيف في السنغال. انا عايز اكلمك على مثلا الاتحاد السنغالي. انا فاجئني، شوف علشان توصل لازم تدرس وتذاكر، يعني انا قبل ما اجي لك هنا انا بذاكر بقرا وبشوف وبتابع، لانك لازم تعرف انت وصلت فين وتقف وبعدين تشوف مستقبلك فين، ما تعمل مشروع ازاي عشان تقدر تكمل عشان تقدر توصل لافضل مكان. طيب الاتحاد السنغالي عمل ايه؟ من 2009 مثلا تقريبا او 2010 مناسبة فقد اللي ما يعرفش. خلينا هايلايت حاجه بس يا اشرف، يعني القي الضوء على حاجه. منتخب السنغال اول مره يفوز ببطوله امم افريقيا هي النسخه الاخيره اللي في الكاميرون. صحيح. رغم انه وانا هقول لك ليه، لا رغم انه لا انا عايز اقول لك انه السنغال طول عمرها عندها لعيبه على اعلى مستوى. صحيح. وبيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا. صحيح. وبيوصلوا كاس العالم وبيعملوا نتائج كويسه جدا. طبعا. منتخب طول عمره يعني منتخب قوي، لكن صحيح. اول لقب يحققوه هو السنه اللي فاتت تحت او النسخه اللي فاتت 21 وفي 23 كمان منتخب الشباب اللي حصل على البطوله هنا. كان المنتخب الاول. هقول لك ليه، وهقول للساده المشاهدين ليه الناس دي اشتغلت كده. في 2009 تقريبا او 2010 فقدوا كل البطولات وحتى التاهل لكل البطولات. ايوه. كان في وقفه، ولا يخفى على الناس اعتقد الناس المتابعه بشكل جيد ان رئيس الاتحاد السنغالي اللي هو سينجور، وعايز اقول بس انه بعض يعني المعلومات عنه انه كان عضو في حزب رالي السنغالي، عمده مدينه جوريا في داكار في السنغال، رئيس نادي دوربي، عضو في اللجنه المنظمه لهيكله الكره في السنغال، رئيس الاتحاد السنغالي، واخيرا عضو لجنه تظلمات بالاتحاد الافريقي. الراجل ده ليه بتكلم عنه؟ لانه من اهم الكوادر الاداريه الناجحه. دايما انا بقول ان طالما بتدرس اداره وعندك بتشتغل بعلم الاداره ده يبقى انت انسان ناجح، لانك بيبقى عندك مشروع وعندك تخطيط للمستقبل بشكل دائم. طيب الاتحاد السنغالي عمل ايه بعد كل في 2009 بعد ما فقد كل التاهل لكل البطولات؟ وقف وقال الراجل ده يا جماعه انا هتكلم مع الهيئات المسؤوله او الناس المسؤوله في الاتحاد السنغالي في السنغال، وزاره الرياضه في السنغال او المسؤولين عن الرياضه في السنغال، احنا لازم نقف ونقول للجمهور ونصارحهم. ودي النقط اللي بتغيب عننا يا احمد دايما. أيوة. انك انا اعرف اكون صريح مع الناس واحدد انا عايز ايه وما اخافش ويبقى ابقى صريح في كل حاجه علشان الناس تتحمل ده. الجمهور المصري دايما بيصدم بمعنى ان بيكون عندي مسؤولين بيخافوا يواجهوا بيهربوا دايما من المواجهه الحقيقه، وبالتالي انت ما بيبقاش عندك مصارحه في الامور ودايما بتصدم في ده. طيب الراجل ده قال انا يا جماعه انا هبتدي من 2013 تقريبا ل 2017 مشروع بقى على 4 سنوات، كل 12 سنه 4 سنين هبتدي ااهل منتخباتي بحيث ان يكون عندي تاهل لكل البطولات. يعني انا هعمل مشروع من النهارده من 2013 ل 2017 هبتدي ااهل فيه كل الفرق انها تتاهل لكل البطولات بعد كده. مش عايز نتائج، انا هتاهل فقط. من 2013 من 2017 ل 2021 هبتدي يبقى عندي تميز في وتطوير في الاداء، وهقول لك ازاي. ومن خلاله هحقق بعض النتائج، بعض النتائج ما وعدش بانه يحقق نتائج. من 2021 ل 2025 اعتقد انه حصل على بطوله امم افريقيا، منتخب الاول في السنغال، وصل كاس عالم مرتين في 22 في قطر وقبلها في 18. أي. بطولة الشباب في لمنتخب السنغالي هنا في مصر حصل عليها، حتى اللعبات الأخرى زي الكرة الشاطئية والكرة النسائية و كان فيها تطوير بشكل كبير جدا. الراجل ده عمل إيه؟ الراجل ده قال أنا لازم يكون عندي تطوير للمدربين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عندنا هنا في مصر. احنا مش يعني عايز اقول لفظ دارج، لكن كل من هب ودب في مصر هنا بيشتغل مدرب بدون رخص، بدون سي في، بدون دراسه، بدون علم. مش هتكلم طبعا على الناس اللي بتدرس وبتحاول انها تجتهد. أيوة. لكن انت كاتحاد مصري لكره القدم بتشتغل على ده، انت بتطور
مدربينك. طب السنغال من 2013 النهارده بقى عنده 24 مدرب رخصه A، 240 مدرب رخصه B، 400 مدرب رخصه C، 800 مدرب رخصه C، A B C D دي. تمام. تطوير المدربين وتطوير البنية التحتية في السنغال قدر من خلالها انه يحقق ان انا ما عنديش مدير فني اجنبي في السنغال، انا كل المدربين اللي عندي مدربين مؤهلين علميا واداريا وفنيا وسيكولوجيا، بقى كل من خلال الاكاديميات اللي موجودة في السنغال. السنغال بتتميز عندها افضل اكاديمية اكتشاف مواهب صحيح وتصدير، خد بالك تتكلم على اندية سنغالية مش موجودة تقريبا على خريطة الكرة في افريقيا. يعني افتكر كده اخر نادي مصري قابل نادي سنغالي او اخر نادي سنغالي نافس على بطوله افريقيه الكونفدراليه كانت او تشامبيونز ليج، تقريبا مفيش. لكن على مستوى كواليتي اللعيبه السنغال وعلى مستوى تصدير المواهب لاوروبا وتطوير مستواهم، لا السنغال دوله متقدمه جدا. انت بتعمل ده من خلال مدربين وطنيين، من خلال انت بتاهل، بتعمل بنيه تحتيه جيده، ملاعب ومراكز تدريب ومراكز تاهيل و محاضرين و من خلال تأهيلهم كمان في فرنسا وفي بعض الدول. يعني انت بتستعين بالخبرات الكبيره جدا جدا في العالم في تطوير مدربينك والقاعده الكبيره جدا من المدربين، وكمان تطوير البنيه التحتيه عندك ومراكز التدريب والملاعب، فاصبح عندك مشروع بتشتغل عليه قدرت انك تنجح. يعني انت بتقوله ده وانت بتقوله كده يعني وبتستسهل في النموذج السنغالي على طول من غير ما افكر ومن غير ما اجتهد، جه في دماغي على طول نموذج دكتور حسن مصطفى، يعني وفكره انه ازاي تدير. يعني انا اتكلمت ده معاك في الاول وقلت لك النموذج اللي انت طرحته في كره اليد. لكن خليني اسالك بطريقه ثانيه عشان برضو ما حملش مجلس اداره اتحاد الكره الحالي ما يشيلش الشيله لوحده. يعني لا انا يعني اقصد اقول يعني رحل اتحاد الكره المصري هو لن يرحل. دكتور اشرف صبحي النهارده بيتكلم وهيكمل لغايه مدته ما تخلص، والانتخابات هتبقى بعد اولمبياد باريس تمام في شهر يوليو اللي جاي يعني. لكن بصرف النظر يعني هي مش قصه اسماء، مش قصه بقاء او رحيل اتحاد الكره ده، لكن انا بتكلم على منظومه توالت على مسؤوليتها او على ادارتها اسماء كتير جدا. هل شفت في فتره من فترات انه في حد تبنى المشروع ده؟ طب شفت ملامح للمشروع ده؟ انا ليه بقول لك ده؟ لاني عندي اسم من ضمن الاسماء اللي كانت موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم مؤخرا او الفتره الاخيره في ال 20 سنه اللي فاتوا تقريبا او 25 سنه اللي فاتوا. يعني هقول لك عليه في نهايه كلامي. كنت شايف انه ممكن يعمل النموذج ده، انه ياخد مصر من المرحله دي لمرحله كبيره جدا ومهمه جدا، لان مصر فيها مواهب. انا شايف من وجهه نظري مواهب مهمه وكبيره جدا جدا، افضل من منتخبات كتيره جدا في افريقيا تقدر توصل بيها للعالميه، مش بس زي منتخب المغرب النهارده بنشوفه رابع كاس عالم. منتخب المغرب معتمد على قوامه الاساسي على اللعيبه اللي اتولدت في اوروبا، يعني هو منتخب اوروبي. انا معاك. هو صحيح اصول مغربيه لكن في النهايه وبيلعب باسم المغرب. صحيح. لكن في النهايه لكن ما تقدرش تنكر النموذج المحترم اللي عمله فوزي الاقطع في المغرب. طبعا التطوير طبعًا الكبير طبعًا جدا جدا. ما احنا اتفقنا انها منظومه، هي مش قصه مواهب طبعا. احنا طول عمرنا على فكره بالمناسبه افريقيا فيها عتاوله المحترفين بره، في يعني الخمس القاب الاخرانيين انا ما 57 59 ما شفتهمش فيديو حتى، وكان في النهايه ثلاث دول بيلعبوا اعتقد مصر واثيوبيا والسودان تقريبا، لكن النسخ الكبيره النسخ الحديثه يعني من البطوله 86 القاهره 98 بوركينا فاسو 6 و8 و10 القاهره واعتقد غانا والكاميرون تقريبا او كاميرون وغانا. كل دول كانت مصر بتواجه وحوش افريقيا اللي بيلعبوا في انديه بره وعلى اعلى مستوى، وبنلعب بمنتخب قوامه الاساسي من المحليين. صحيح. ومع ذلك كانت الـ يعني السيطره لينا وكان التفوق لينا. صحيح. ما استغلناش ده، يعني خلينا نتفق ان انت ما استغلتش ده بشكل صحيح كبير. استغلته في تحقيق بطولات. لكن ما بعد ده في ال 14 15 سنه اللي ما بعد الانجاز ده الكبير ده ما قدرتش تستغل ده في تطوير بعد في تطوير ده. طيب انا معلش عشان الوقت، لانه طبعا مش هكتب روشته او هشخص الحاله، حاله تحتاج حلقات وحلقات، لكن خلينا ناخد نقطه نقطه، لانه بالتاكيد المدرب او العناصر المحليه في التدريب جزء من المشكله لكنها مش كل المشكله. اشرف معاك. المنظومه كلها فيها حاجات كتيره محتاجه انها تتصلح، المسابقات المحليه الضعيفه محتاجه انها تتصلح. انا كنت بقول في بدايه الحلقه انه لو شلت الاهلي
او انه لو الاهلي بقى جزء من المنظومه بيدار بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه كنا النهارده يعني صوان عزاء للكره المصريه. صحيح. يعني كانت الكره المصريه مابقتش موجوده على الخريطه خالص. صحيح. صحيح. فبالتالي انت عندك مشكله في غياب الجماهير، عندك مشكله في غياب الانديه الشعبيه والجماهيريه، عندك مشكله في التنافسيه، عندك مشكله في جوده المحترفين اللي بيلعبوا في الدوري المصري. احنا 107 محترف، مفيش منهم غير 10 دوليين تقريبا. عندك مشاكل كتيره جدا في المنظومه، عندك مشكله الى حد ما في التحكيم. كل عناصر المنظومه محتاجه ثوره، محتاجه ثوره تصحيح. خلينا نرجع نكمل كلامنا ونسمع بقيه العناصر. طب اذا كان المدرب المحلي مشكله، تفريخ المواهب مشكله تانية، لكن بقيه المنظومه اخبارها ايه؟ خلينا نروح لفاصل سريع وارجع اكمل كلامي مع كابتن اشرف منصور. طبعا دي ارقام وبقت جزء من المعادله شئت ام ابيت. بتكلم طبعا على اوروبا، صعب ان انا يعني اقارن نفسي باوروبا او اقارن اي حتى اي دوله في العالم حتى اللي عندها امكانيات ماليه ضخمه جدا. يعني تبص مثلا على امكانيات الدوري السعودي الماليه هتلاقي ان في ارقام ما بتصرفهاش اكبر انديه في اوروبا. لكن في النهايه القصه مش قصه امكانيات بس، فكر واداره ومنهج الناس بتشتغل عليه في كل حاجه، من اول التغذيه للتدريب للعلاج والاستشفاء للمدربين للملاعب للاضاءه للنقل والبث التلفزيوني للتحكيم وللجماهير. كلها منظومه مرتبطه ببعضها، حاجه كده زي انتوا عارفين سلاسل التوريد. الشركات المالتي ناشونال بتشتغل بحاجه اسمها سبلاي تشين، من اول الماده الخام لغايه لما تمر بقى بعمليه الشحن والتوزيع لغايه لما توصل للمخازن. كل البروسيس دي اي مشكله فيهم تاثر في النهايه على جوده المنتج وسعر المنتج النهائي. هي نفس القصه في كره القدم، اي خلل في اي جزء من المنظومه دي ياثر على الجوده وياثر على المنتج النهائي. معاك طبعا المدرب عامل اساسي. مدرب في مصر من اغلب المدربين اللي بقابلهم على الهواء او حتى يعني بره الهواء، يعني بيشتكوا مر الشكوى الحقيقه. صحيح. يعني مفيش اي دعم بيتقدم للمدرب المصري، مفيش اي حاجه بتتعمل لتطوير المستوى بتاع المدربين المصريين. حتى الحالات اللي انت اتكلمت عليها بتحاول تشتغل او بتجتهد، دي محاولات فرديه، لكن بالتاكيد مش ده السبب الرئيسي، ده جزء من الاسباب يا اشرف. طبعا يعني انا بكلمك على بس حاجه من اهم الاساسيات اللي موجوده، لان ده اللي بيعلم ويطور. طبعاً. البنيه الاساسيه عندك وهي الولاد الصغيرين الشباب اللي هيبقوا بعد كده موجودين في منتخباتنا، شباب احنا حتى الاكاديميات وشباب ومنتخبات يعني اولمبيه. حتى الاكاديميات النهارده في مصر بتشتغل بشكل خاطئ يعني. طبعا كلها للمصلحه، بزنس خاص يعني. مع انه لو احنا فكرنا فيها بشكل مختلف هيبقى بزنس افضل بكتير جدا من الشكل القبيح للبزنس اللي بيتعمل ده. يعني انت لو فكرت تعمل اكاديميه زي جنراسيون فوت مثلا معموله في السنغال دي، انت مش متخيل كم الفوائد اللي هترجع عليك فنيا وماليا من اكتشاف مواهب حقيقيه وتطوير مستواها وتصديرها لل. وخلي بالك كل يعني تقريبا 90% من اللي بيرقصوا الاكاديميات دي هناك او اللي متولين مسؤوليتها، مش عايز اقول يرقصوا، متولين مسؤوليه الاكاديميات دي هم لاعيبه كوره، لاعيبه كوره قدامى سواء دوليين او محليين. لكن هم دول ده شغلهم، ده الطبيعي يعني. ده الطبيعي ان يكون لاعب الكره هو المسؤول عن، او حد لاعب كره ومختص بده، عنده العين الخبيره اللي تعرف تختار، وعنده بعد التاهيل والتطوير. زي ما قلت قبل كده ان سنجور هو اللي عمل ده وطور فكر الناس دي. برضه في الاتحاد المغربي اوشن روبرتس هو الويلزي ده هو المسؤول عن كمدير فني الاتحاد المغربي من 2018 مع طبعا نور الدين نايبه النجم المغربي، في فكر وتطوير ووضع المشروع للدوري المغربي والبنيه التحتيه وتطوير المدربين و و. خلي بالك انت تفضلت وقلت يا احمد دلوقتي ان معظم اللاعبين الموجودين في المنتخب المغربي يعني من خارج المغرب او كانوا ولكن عشان تقدر تستمر في انك تفضل موجود بهذا الشكل وهذا الاداء لازم يكون عندك جديد. من عندك من المغرب، انت مش هتفضل تجيب من بره. صح. وبالتالي الناس بتشتغل بالشكل ده. عشان كده بقول لك ان مثلا بعد امم افريقيا 21 في السنغال بعد ما خدوا البطوله دي، في 5 أو 6 لاعبين من الشباب اللي حصلوا على البطوله هنا في مصر اتصعدوا للمنتخب الاول وبيلعبوا بشكل كبير مع المنتخب السنغالي. ما عندناش ولا لاعب اتصعد. ما عندناش ولا لاعب. هو ده الفكر، انك تفضل تجدد وتستمر. رغم انه راجل اختار لعيبه اما راجعه من اصابه او راجعه من اختيار عدم مشاركه ما بتلعبش نهائي، ومع ذلك ما مش عشان يلعبوا على فكره. يعني كنت بقول في ساعات لما تابع مش بالضروره تاخده عشان تلعبه، لكن على الاقل
تديله فرصه المشاركه والاحتكاك وانه يشارك مع خبرات من لعيبه اكبر منه طبعاً. انه تحتاجه في ماتش او اتنين تكون ضامن فيهم مثلا التاهل فبالتالي ياخد الخبره بدري بدري وده اللي قلنا عليه في الاختيارات بتاعه فيتوريا وضيف على ده بقى ان في منهم لعيبه مميزه جدا وتستحق المشاركه جدا واتكلمنا عليهم على فكره في حلقات مع بعض انه يعني ليه فيتوريا ما استعانش ببعض اللاعبين ليه يعني ايه الفكره خاصه انك عندك حوالي 7 أو 8 لاعبين فوق ال 31 و 32 سنه يعني بعد كده مش موجودين مع منتخب مصر فانا ليه ما يبقاش عندي تطوير في ده طيب احنا اتكلمنا على المدربين ودي نقطه من اهم النقاط اللي موجوده لان في مدربين كتيره جدا 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 في مصر لا يستحقوا ان يكونوا متواجدين في تطوير ولادنا الصغيرين سواء في الاكاديميات سواء في الانديه سواء في القطاع الاستثماري الكارثه اللي موجوده في الرياضه المصريه في الفتره الاخيره القطاع الاستثماري اللي هو ادفع العب ودي مشكلة كبيرة جدا ومصيبة كبيرة جدا المسابقات ونظامها التسنين والتزوير في قطاعات الناشئين انت بتتكلم خلي بالك احنا كل مرة وعند كل اخفاق بنتكلم في نفس النقط احنا بنقف عند نفس النقط لو جبت من 10 سنين بتتكلم يا احمد هتلاقيك بتتكلم في نفس النقط ما عندناش تطوير في اي نقطة فيهم انت بس بتعلق شماعات ارحل أيه. مدير الفني ارحل الصدمه يعني فكره ان في غضب امتص الغضب مشي جهاز شمع. الفني مشي شمع 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 بتعملها بدون او ري فيتوريا من وجهه نظرك يستحق انا انا علشان عشان انا ما بحبش اغير كلامي انا شفت ان روي فيتوريا قبل البطوله عمل تطوير في الشكل الهجومي لمنتخب مصر تمام. انا شفت ده شفت ده في المباريات ومباريات كبيره زي بلجيكا وزي الجزائر والمباريات كلها اللي خاضها احرز 33 او 34 هدف في 13 او 14 مباراه شكل المنتخب هجوميا افضل من قبل كده وبالتالي لا الراجل عمل ده لكن كان في مشكله كبيره جدا ان الراجل ما اشتغلش في افريقيا قبل كده ما عندوش الخبرات دي في ضعف في الشخصيه رغم ان كنت شايف انه عمل حاجات جيده في التواصل مع الانديه في انه متواصل مع المنتخبات الاقل سواء منتخب الاولمبي او منتخب 2005 كان موجود في يعني لو يعني لو بيب جوارديولا ولا كارلو انشيلوتي ولا حد من التقال دول كان هو اللي ماسك منتخب مصر في البطوله كنت متوقع يعني يبقى في اختلاف وتتوقع ان احنا جبنا اللقب ولا بص شوف انت ممكن تحقق زي ما انا قلت لك قبل كده ممكن تحقق بطوله مش على وجه الصدفه لكن في ظروف استثنائيه لعيبه جيده مدير فني شخصيه وكاركتر جبت اللقب جبت اللقب يعني لكن لو استمرار مع المنتخب كان سهل جدا كان سهل يجيب لقب النسخه الاخيره طبعا لكن ده معناه ان الامور تمام لا طبعا مش تمام مش تمام عشان كده انت دايما بنقف عند كل مشكله ونعلق الشماعات بس ونتكلم في مين يرحل ومين يبقى انا عايز اقول انك لازم تطور المنظومه لازم تطور المنظومه بالكامل من قطاعات ناشئين كل الانديه والخبرات دي يعني 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 التاريخ الطويل لكره القدم في مصر ووجود انديه مصريه زي الاهلي وزي الزمالك على يمكن الزمالك بعد شويه لسبب او لاسباب يعني مش وقت ان احنا نتكلم عليها لكن في النهايه هو نادي ليه تقله في مستوى القاره عنده تاريخ كبير صحيح. عنده كوادر الاهلي نفس الحكايه وجود الخبرات والكوادر الكبيره على مدار التاريخ مفيش حد نراهن عليه انا قلت لك هذكر اسم كنت شايف من وجهه نظري وانا دايما بتكلم في النقطه دي وهو دايما بيزعل مني ودايما بيقول ان انا دايما بتكلم وانتقد لكن من وجهة نظري الشخصية أنا كنت شايف أنه هو الوحيد اللي كان ممكن يقوم بالدور ده مونس هاني بوريدا عنده كل الصفات الشخصية اللي اتكلمنا عليها راجل عنده فكر إداري كبير جدا يقدر يطور مركزه في الاتحاد الدولي وكرئيس اتحاد الكرة سابقا علاقاته في مصر شخصية كبيرة جدا مهمة جدا إدارية ما قدرش يعمل ده ليه؟ انا ما اعرفش يعني انا ما عنديش سبب انه ما قدرش يطور المنظومه دي زي ما قلنا على فوزي الاقشع وزي ما قلنا على سنغور في السنغال وزي ما بنتكلم على بعض المنتخبات دلوقتي والاتحادات زي مالي وزي بوركينا فاسو وكاب فيردي ليه ما قدرش يطور ده هل المنظومه في مصر تولى المسؤوليه فتره من فترات بس ما فتره يعني طويله معلش ما فتره طويله شوف أنا, انا 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 دايما بتكلم على الشخصيات الاداريه اللي عندها فكر تقدر تطور وبزعل جدا جدا انه ما يقدرش يحقق ده ليه الحقيقه فيها مشكله في مشكله كبيره ويمكن ظروف يعني ان مصر بتنظم البطوله وبطوله على ارضها وانك انت تخرج بدري قدام 2016
برضو ممكن تبقى الـ 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 انا بتكلم في تطوير المنظومه، انا عارف على البطوله. انا عارف، انت لسه من شويه بتقول ان كل مع كل نكسه نقاط، مع كل دروب يحصل، مع كل خبطه بيبقى في كبش فدا. طبعا فيمكن بقول لك انا عديت انا وانت دلوقتي كم سبب كتير، ده هي اسباب كتير، ده انت دخلت في تفاصيل التفاصيل. لا انت عندك مشاكل كبيره جدا لا احد يعيرها انتباه. يعني المسابقه المحليه لوحدها كارثه، كارثه من الكوارث، برغم انك عندك كل مقومات النجاح. يعني مصر وهي وبنيه تحتيه كبيره جدا وعظيمه، يعني افتتاح مصر للاستاد الجديد استاد العاصمه اعتقد كام 92 او 95 الف متفرج، تحفه عالميه، واحد من افضل الاستادات على مستوى العالم. الاستاد ده بالكاباسيتي دي مين هيملاه؟ بتكلم على الجمهور مش كده؟ بتكلم على الجمهور. طيب لا انت بتتكلم على جيلين ثلاثه من بعد الجيل 2010 ما بيلعبوش قدام جمهور، ما فيش فكره الضغط. انا لو تفتكر كنت بقول في اول حلقه الاهلي لما كان بيروح يلعب جمهوريه شبين في ملعبه كان بالنسبه للاهلاويه ماتش صعب جدا. صحيح. بتروح تلعب بالبلديه، بتروح تلعب المنصوره، الانديه الشعبيه، لما بتروح تلعب الانديه الشعبيه والملاعب تبقى مليانه جمهور، ده ضغط كبير جدا، حافز للفرق الصغيره كبير جدا وتشجيع كبير جدا ليهم وضغط عصبي كبير جدا على الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي. فالتنافسيه اللي كانت موجوده كانت كل فرقه الدوري بتطلع لعيبه كبيره، المنيا كانت بتطلع لعيبه، البلديه كانت بتطلع لعيبه، المنصوره كانت بتطلع لعيبه. النهارده باستثناء الاهلي مع كامل الاحترامي يعني ما عندكش ده، احنا يعني لعيبه تمثل المنتخبات وتلعب على المستوى الدولي وتبقى تقدر تلعب تحت ضغط، عندها الشخصيه وعندها المنتاليتي. احنا ليه بنقول ان جمهور مصر ابتعد شويه عن المنتخب؟ ليه يعني؟ هل دي عدم وطنيه ولا عدم انتماء لمصر؟ مستحيل تقدر تقول ده. يعني هتخون كل جمهور الكره في مصر؟ مستحيل. يعني الناس بعدت لان حاسه ان الناس اللي بتشتغل ما بتشتغلش بشكل بفكر بعلم باداره بتخطيط، مجرد انك بس معتمد على فكره ان موجود زي واحد زي محمد صلاح او تريزيجيه، اسماء اللي موجوده الواحد او الاثنين او الثلاثه اللي موجودين عندنا محترفين طبعا. أيوة. مع الاسماء الكبيره اللي موجوده في مصر طبعا، سواء من الاهلي او الزمالك او باقي الفرق، مستخبين وراهم، ودي مشكله كبيره جدا جدا. لازم يكون عندك صراحه مع الجمهور المصري. الجمهور المصري يا احمد خلي بالك، انا بقعد انا وانت يعني بنتكلم كتير طبعًا. جدا، لكن انت لو نزلت الشارع هتشوف غضب غير طبيعي وناس فاهمه في الكوره بشكل غير طبيعي. النهارده ما تقدرش تضحك على الجمهور المصري بكلمه واتنين وخلاص والموضوع خلص وعدى ورحيل فيتوريا ورحيل سين او صاد او نعلق المشنقه الواحد. الناس بقت فاهمه، انت ما عندكش مشروع تشتغل عليه، ما عندكش، خاصة في ظل الإخفاقات الكبيرة جدا جدا لكل المنتخبات في الفترات اللي فاتت. انت ما حققتش اي حاجة باستثناء الوصول المنتخب الأولمبي للأولمبياد. أيوه. فين بطولات أفريقيا والتتويج بيها؟ بقالك 14 سنة النهاردة مش قادر توصل لمنصة تتويج في بطولة أمم أفريقيا بهذا الجيل، بهؤلاء اللاعبين، بكل المدربين الكبار اللي جم. خد بالك الرطوبة كانت عالية شوية برضو على الكل. طيب ماشي. شوف انا كنت بقول ان ده من ضمن الاسباب، لكن انا تراجعت لسبب. يا راجل حرام عليك. هقول لك طيب. يعني خلينا نتفق على حاجه، انا مش عايز اظلم اللعيبه على فكره، اللعيبه مش، انا بشوف اللعيبه مجني عليها يعني، رغم ان كتير كان بعيد عن مستواه، وكتير انا يعني كتير شفت انه او صدقت مقوله انه في لعيب ممكن يجيب جدا محليا، لكن دوليا لا، قصه صحيح. قصه مختلفه تماما. صحيح. الضغوط والشخصيه طبعا، بروفايل اللاعب الدولي غير بروفايل اللاعب المحلي طبعًا. تماما في لعيبه يعني. على فكره بروفايلات دوليه كتير جدا كانت تستحق التواجد في البطوله دي طبعا، ما اخترهاش فيتوريا طبعا. بس لكن انا عايز اقول لك انه فكره درجات الحراره والرطوبه انا كنت مقتنع بيها تماما لحين أيوة. وجود منتخبنا الشوط الثاني في كل المباريات. ممكن انا اخد منك اشتريها وابلعها منك لو بتقول لي وانت بتلعب من نيجيريا وانت بتلعب السنغال وانت بتلعب المغرب. خلي بالك احنا كنا افضل في الشوط الثاني في كل المباريات لكن بتاعتنا، لكن يعني انت ما عندكش مشكله. انت بتتعادل بالعافيه مع موزمبيق، وبتتعادل بالعافيه مع غانا. صحيح. انت لعبت اربع ماتشات في البطوله ما حققتش ولا فوز.
وسبع اهداف في سبع واستقبلت في سبع اربع اهداف في لقاءات، اربع ودي ماتشات. اعتقد في تاريخ مصر في امم افريقيا اعتقد ما حصلتش قبل كده. طيب لا عندك مشاكل كتيره ممكن جدا. نجيب بقى فيتوريا وكيروش مع بعض، يعني كيروش اشتغل دفاع تعمل المعادله دي. وفيتوريا هيشتغل تعمل هجوم، فممكن المعادله دي. يبقى في امل. اه شوف امكانيات لاعبتنا اقوى وافضل من كده بكتير جدا. طبعا بروفايل ما اللاعب عنديش شك. المصري وموهبه اللاعب المصري مختلفه واقوى بكتير جدا جدا من اللاعبين الافارقه، طب لكن في مدير الشغل فني مصري والتطوير. شايفه انه يعني دايما الناس تقول لك ايه، والله احنا منتخب مصر بالذات يعني ممكن الانديه نجاحات تبقى مع اجانب، لكن المنتخب عايز ليدر، يعني ممكن يبقى مش فني وتكتيك مش احسن حاجه في بتتكلم في الدنيا، سيكولوجيته لكن وشخصية بيتكلم في المدرب شخصيه يقدر مش كده؟ يليد المجموعه دي ويخليهم يطلعوا افضل ما عندهم. الجوهري عمل ده 90 كاس عالم و98 كابتن بوركينا حسن فاسو، كابتن كمان. حسن شحاته قدر يعمل ده، فليه لا ما نراهنش في حد لو طب انا هقول لك على حاجه. انت دلوقتي عايز حلول، مظبوط؟ يعني انا بقترح معاك هو في انه حلول مؤقته لازم انقاذ طبعا ما يمكن انقاذه. انت لا. عندك تصفيات كاس عالم وعندك كان 25 والاتحاد المصري مش هيرحل والاتحاد خلاص المصري مش على هيرحل. حين بالظبط الانتخابات، يعني ده قرار خلاص. بالظبط. فانت مضطر انك تكمل مع الاتحاد المصري بهذا الفكر، لكن يقدر يطور في ده. اتمنى انه ياخد كل عناصر النجاح او على الاقل الاقتراحات اللي موجوده عشان ايوه يقدر يطور ويبتدي ينفذها، عشان اللي يجي بعده ايوه يقدر يستلم منه الرايه ويكمل. طب هل المقترح الافضل دلوقتي ان فيتوريا يكمل ولا لا؟ لا انا شايف انه خلاص ما يكملش، ويكون عندنا مدير فني مصري الفتره دي لحين التعاقد مع مدير فني قوي شخصيه يقدر يطور منظومة الرياضة في مصر، مع اتحاد مصري قوي عنده بلان، عنده مشروع يقدر يشتغل عليه صحيح. أربع وخمس وست سنين الفترات اللي جاية. وفي ملفات مفترض تبقى مهمة جدا، يعني نسيبنا بقى من حالة ركوب الترند والمكايدة والتهجيص الإعلام والحاجات اللي الرياضي احنا بقينا بصراحة بقت متعودين حاجة عليها يعني دي، صعبة جدا ونبص بقى يعني. على ملفات ممكن لو اتطرحت للمناقشة النقاش العام حتى ونسمع آراء مختلفة فيها ممكن توصلنا لحاجة. يعني ملفات سهلة جدا أنا شايف إن احنا ممكن في خلال فترة بسيطة جدا نحلها ونقفلها ضبة ومفتاح. فكرة مثلا عودة الجمهور للملاعب، فكرة الإضافة اللي بتعملها كتيبة المحترفين الأجانب في مصر، إحنا ليه بنجيب محترفين أجانب في مصر؟ بس عشان نعوض نقص في مراكز معينة، ولا عشان يكون كمان في فايدة للاعب المصري إنه يحتك مع مدارس جديدة؟ فكرة دعم المدربين المصريين وتطوير مستواهم وتأهيلهم، فكرة إتاحة الفرص للمواهب الصغيرة إما بالاحتراف أو المشاركة، ما ينفعش تدفنهم، ما ينفعش تقتل عليهم، لا تسمح لهم بالمشاركة مع فرقهم هنا في الدوري ولا تديهم فرصة للاحتراف الخارجي، وملفات كتيرة جدا 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 ممكن نناقشها ملف ملف ونشوف مع بعض ممكن نوصل لفين. هارد لك للجمهور المصري، وهارد لك الخروج في الجمهور حد المصري ذاته بس يعني. ما كانش مؤلم بقد المستوى اللي ظهر صحيح. بيه المنتخب المصري، وأتمنى إن احنا نقدر نلم ورقنا بسرعه لانه اللي جاي صعب. انت لسه عندك تصفيات كاس عالم بالمستوى اللي ظهرنا عليه في افريقيا بقت محل شك، وعندك اولمبياد باريس، وعندك افريقيا في المغرب النسخه اللي جايه في المغرب 25، ومن بعدها نتمنى ان شاء الله نكون مشاركين في كاس العالم في 26. اشرف نتمنى ده. بشكرك شكرا جزيلا، اشكرك يا احمد جدا. ونتقابل في ظروف افضل من ان كده شاء ان الله شاء الله. ان شاء الله. شكرا على متابعتكم، بكره حلقه جديده السادسه، كل التحيه.